أنا مبصر الظلمات دربي لا أرى، أمضي دربي بفخر واعتزاز درب العلا مزدهرا. أنا هي الموهبة بعرفها من 12 أو 13 سنة. أنا كفيف البصر منذ الولادة، أنا ومعي 12 واحد زملائي كمان مكفوفين. هلأ عم نقيم دورة الأعمال اليدوية اللي هي القش، نصنع منها السلل والصواني والمزهريات والمضيفة وبيوت لعلب المحارم إلى آخره. أهم الصعوبات هي صعوبة التنقل للذهاب إلى المركز، وأهم الصعوبات الثانية اللي هي تأمين المواد الأولية. نتمنى أنه هاي الدورة تستمر، وفي عنا معرض نتمنى أنه هذا المعرض ينجح، ونتمنى الاستمرار بهذا العمل إن شاء الله.